هلو، نعاد عليكم. ما عادش رجعنا شفناكم ولا حكينا مع حدا من قبل راس السنة. إن شاء الله بينعاد على الجميع وعلى الكل. حبينا نصور الكلاب ونفرجيكم عليهم، وعنا مشكلة حبي أحكيها هيك لايف قدام كل العالم. المشكلة هي إنه نحنا بمنطقة اسمها كفرشلال بجنوب لبنان، وفي حدنا منطقة اسمها كفرمilki وحدنا منطقة اسمها كفرحتة، يعني نحنا حد بعضنا. في منطقة اسمها كفرمilki في 20 كلب بدهم يقوسوهن أو بدهم يسمموهن، ورئيس البلدية رافض فكرة إنه الإقواس والتسميم إنه كرمال إنه هيدي روح وكذا، والفكرة إنه عرضوهن يحطوهن عنا، بس البلدية فقيرة يعني ما قادرة تساعد ولا بشي. فإذا حدا بيقدر يساعدنا شي جمعية أو شي شلتر ياخد هو اسم أو نحنا اسم، وما معنا وقت أبدا، يعني الوقت كتير ضيق معنا، وأكيد بدهم خصة وبدهم 100 شغلة، لأنه أنا تقريبا كل كلابي مخصيين بالمزرعة، ما عندي شي مش مخصي قليل إلا اللي إجوا جداد لعندي. فبكل صراحة 20 كلب يعني هودي بدهم شلتر، ونحنا كتير عنا كمية، وما بيكون عنا بالأكل يعني زيادة بالأكل تنقدر نطعمي، يعني كل يوم كيس دراي فود أو 5، ومع هودي 20 كلب بصير بدنا 8، والكيس حقه 20 دولار. شو بكي يا عمي؟ روقي لوسي لوسي. فالفكرة إنه ما بعرف، بدنا اقتراحات العالم شو بنقدر نعمل. ما بدي حدا يقول إيه جيبوهن جيبوهن، شو يا نرفانا، ونحنا بنساعدكن ونحنا كذا ونحنا سوري راح الانترنت. احنا عم بيكون معنا مشكلة بالاكل، مش كل العالم عم، يمكن شخص او اثنين او اللي قادرة. بنعرف قدرة العالم شوي صعبة، بس الفكرة انه مبارح تقوس منهم 3 الكلاب، وما بقى في عنا وقت ابدا. فما بعرف صراحة اقتراحاتكم ولنشوف شو بدنا نعمل. والكلاب هني موجودين بضيعة اسمها كفرمilki، هني نحنا ضمن النطاق يعني، بس مش كل بيعطينا ضمانة انه يساعدني بالاكل. انا مستعد يشيل 20 كلب او 25 كلب وبدهم خصي. الفكرة انه ليكو قديش عندي، ليكو قديش عندي، وبعد في جوا، وفي الام اللي جبناها مرضع جوا، ما قادر اروح لجوا، الانترنت ضعيف ومعنا كهربا لل